أبدأ تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكم في مقر وزارة الصحة المصرية في أكاديمية الأميرة فاطمة. أحب أرحب جدا بسعادة السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا في القاهرة، والضيوف والمصاحبين لي. والنهاردة المؤتمر ده مخصوص علشان ندي رسالة قوية جدا لأحد أمثلة التضامن الدولي بين الشعوب في الأزمات، وقد إيه انعكاس العلاقة الكبيرة جدا الطيبة بين الحكومة والقيادة السياسية في جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية والحكومة في ألمانيا، واللي كان لها أثر كبير جدا في العطاء من جمهورية ألمانيا في هذا الوباء، ليس فقط بالدعم في اللقاحات ولكن دعم بالتكنولوجيا الطبية المتخصصة وكثير من الخبرات اللي تواصلنا بها مع أصدقائنا في ألمانيا وأثمرت عن كثير من النجاحات. النهاردة أحب أن أنا أشكر باسم الحكومة المصرية سعادة السفير فرانك هارتمان والسفارة الألمانية في القاهرة، وأشكر الحكومة الألمانية على الهدية القيمة اللي قدمتها للشعب المصري من خلال استقبالنا على مدى يومين فاتوا آخرهم مساء أمس ل 2.3 مليون جرعة أسترازينيكا، هدية من الحكومة الألمانية للشعب المصري تضامنا في حماية الأرواح وتوفير مزيد من اللقاحات لمزيد من الحماية للأرواح للشعب المصري. الحقيقة الهدية ديت مش بعيدة على حكومة وشعب زي الحكومة الألمانية والشعب الألماني، ودي زي ما قلت في الأول ثمار العلاقات القوية جدا جدا بين سيادة الرئيس والسيدة المستشارة ميركل، أنجلينا ميركل، اللي احنا بنقول ان هي سيدة أثرت في العالم وفخر لكل سيدات العالم، وتعتبر نموذج يحتذى به لكل سيدات العاملة في المجال السياسي، ونتمنى لها كل النجاح، ونتمنى للشعب الألماني المعطاء دائما بقيادات قوية على مدى كل تاريخه. إن شاء الله يبقى فيه مزيد من القيادات تكمل مسيرة المستشارة ميركل. الحقيقة العلاقة بيننا وبين ألمانيا كان فيها كثير من النجاحات، منها إن إحنا كل عربيات الإسعاف اللي عندنا 100% من عربيات سيارات الإسعاف اللي عندنا من ألمانيا، من الشركات الألمانية مرسيدس وفولكس، كل أو معظم أجهزة التكنولوجيا الخاصة بأجهزة التشخيصية خاصة في مجال الأشعة المتقدمة هي من شركة سيمنز الألمانية. كثير من الأدوية اللي احنا بنستخدمها بتكون من شركات ألمانية زي شركة ميرك. الحقيقة العلاقة بيننا في القطاع الصحي وبين الشركات الألمانية والحكومة الألمانية هي علاقة قوية، وإحنا طبعاً من ضمن المقاصد اللي بنتعلم منها وبنقرأ تقريرها بشكل دوري هو معهد روبرت كوخ الخاص بالتقرير والنشر الطبي في مجال بالذات في مجال الوبائيات. كمان أحب أن أنا أقول أن إحنا إن شاء الله عندنا زيارة هذا الشهر لألمانيا، إن شاء الله حكون في ألمانيا بنهاية هذا الشهر لعقد كثير من اللقاءات، سواء كان مع شركة مرسيدس اللي دلوقتي إحنا بنشتري منها 1000 عربية إسعاف، سيارة إسعاف مجهزة بالأجهزة الطبية ألمانية المنشأ، و1000 عربية أو عيادة متنقلة للقوافل العلاجية، جزء من مشروع القومي الأمثل حياة كريمة بأجهزته الطبية،
عيادات متنقلة متنوعة مختلفة التخصصات بأعلى تقنيات برضو من شركة مرسيدس. فحنقابل رئيس الشركة وحنعمل مزيد من اللقاءات هناك، وحنزور المصنع للتعرف على المنتجات الجديدة في هذا المجال، ويمكن يكون في كمان نوع من الشراء والتعاقد على مزيد من المنتجات الخاصة بسيارات الإسعاف أو عيادات القوافل.